أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. يقول العلامة محمد بن محمد الداود السنهاجي رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. فالاسم اسمك يعرف هو اسمك وحلقو قرتا بالخفض هوسدق أيالقو قرتا والتنوين لب الشغل نوالقو قرتا ودخول الألف واللام ألف واللام قلتان كودنا والقو قرتا اسمك وحروف الخفض هوسدق حروف تيسنا والقو قرتا وهي حروف تاس وحوسدق إيسا من وإلى من إلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف كافتي واللام لامتي وحروف القسم دارت حروف تيزنا والقو قرتا وهي حروف دارت اللو أديكسدو الواو واوديو والباء بعدي ويوتاء تعديو ولوحا نكوكو دجرنا مقدمة دي عشرة دي أقوه الرئيسي كتاب كأني أجرومها وحان نسوق هذا ما هو الكلام عند النحويين نحوها محوية قانا كلام وحا كلام ليراه نحو ليدا أكتو دا إيا شروط دا أيوحرين أيان سوف همني وحان نرى كلام حال ليرا اللفظ المركب المفيد بالوضع وشروط دا أفرتا أحمد كي أوفصده وحكروا أن نصوب برني أقسام الكلام العربي كلام كعربي قاه قيبها وقيب سمه وإنه كلام كعربي قاه وقيب سمه سدح اسم فعل يحرف عشر كأنه ما أنتوا حكوسة أبسنية هاي وأنه قادنا إنا علامات الاسم أريقن إنه اسم يهي محانكو قرنكرا كان إنه فعل يهي محانكو قرنكرا كان إنه حرف يهي محانكو قرنكرا مرك علامات كاسمك انت انان غدغلين وحن كهدلينا اقسام الاسم ورت اسمك نفتيسو بل انت وحا او قيبسمو الا هوري وحن اوسو تعريفني او هوري ان اوسو قيحني وحا اسم ليراه وان سو تعريفني وان سو قيحني وكلمه دلت على معنى في نفسها ولم تقترن باحد الازمنه الثلاثه وكلمة معنى كتوسسة سد حد الزمن متكمدنا أن كتوسنين سداسة أن كسو قرنين ويهي اسم اسم كمرك وحوق غيب سما سد حقيبوت الاسم الظاهر الاسم المضمر الاسم المبهم سد حد سوق غيب سما اسم اسم ظاهرة اسم مضمرة وضمير لولجهدو هي الاسم المبهم اسم اللي يراه مبهم سد حدود مركب محيك ليهين ما هو الاسم الظاهر محال اللي يراها اسم ظاهر اسم ظاهر محال اللي يراها الاسم الظاهر وحال اللي يراها وما يدل على مسماه بدون قرينة سلة أو إشارة ما يدل على مسماه بدون قرينة سلة أو إشارة وإريغا كتوسية شخصي لغو مقعابي شخصي ومقعو أها إريغا كتوسيني بدون قرينة سلة أو إشارة إساقون أباهنين فرتاقد إيوه جملة كلا وصلة اللي يراهو أما هذا الكلا إن لا دوردقو أنو باهني كاسا وحال يرا الاسم الظاهر تسالهان مقعاق هدين اللي يراهو محمود تسالهو مقعاق محمود هدين اللي يراهو أو محمود كينا هدنا لقرانا يوقفا تقانو وياهي محمود كي هدين اللي يراهو جاء محمود محمود أيمت محمود كاسم وحبه هاي فرطة إن لقوقو تاقو
ولله محمود كان وما بعنا هذي محمود كأول هراء أتغنى اللي وراجع محمود محمود أيمد هراء كفهمي محمود وحلو لجيل إلا هو محمود كأت غنيو وما بعنا إن فرت اللي قلت عجو ولله محمود كأسو وما بعنا جملة سلعة إن لقول يعني لا حريريو ولله محمود كيسدا يسدا أسأها وما بعنا مركا كاو حالي را اسم ظاهر وحالم إذا الطريق المسجد القلم الكتاب العلم النحو الفقه وحصونا هو اسم ظاهر محالي را اسم كاكاليو اللي راه الاسم المبهم الاسم المبهم وحالي را ما يدل على مسماه ما يدل على مسماه بقرينة إشارة أو صلة ما يدل على مسماه بقرينة إشارة أو صلة ومتك كتسنا يا الشخص يلقو مقعابي لكن محو باهية بقرينة إشارة وإن فرت اللقو تاقو باهية وقعنت اللقو كالمي هذه كلمة لا فهمي كارو ولجيدة ديس أما محو باهية جملة صلاة إلا تبردقو جملة صلاة إلا لحريريو تسالهان مركان كو إراهو عجبت من هذا عجبت من هذا كم أيان لياب قف كان لياب هذه فرها نسك الله أبتوني را عجبت من هذا قف كان لياب هذا ذا وحان ولجه هذا لما يغان قف كان لياب تي قف كوحو كليه فرت النوغو تاك كان محوبة هي فرتاك ذي نلوغو كالمي وانا راه عجبت من هذا كم أيان لياب وانا راه فرت كتاك كان مركا أباها إن wax lagu kaalmeeyo si kale aan loo fahmi karin ila ishaare lagu kaalmeeyo maahan maxaa la yiraahdaa al-ismul mubham ma yadullu ala musamahu bi qarinati ishaara aw sila mubham al-lil ama wuxuu baahan yahay silo jumla kale in la xiriiriyo tusaale ahaan asmaul mawsuulaad oo kale markay aan iraahu jaa alladhi ki yimid jaa alladhi inta hadaan ku gaabsado oo niraahu jaa alladhi ki yimid oo iska aamuso waxaan ula jeedo ما لا فهمي كي يا يمت يقفكوا كليها كه هذا الكنوفة فاهي والنوج العم حاول جدا جاء الذي كي يا يمت ولدك تسي تاجن لكن مر كان إذا هو جاء الذي يجتهد في العلم كي وحيمد علمك كدة ذلك جري أداد وجد قف علم كدة ذلك جرين ويا قف كاسها سلام ما تراه ذا الولي هذا الكي هادو لما يسترين هذا الكي هادو لما يسترين مركي للاحر يجي جملة السلادة ويجتهد في العلم مركاسا معنيه سعاد هذا مركا سد حداسه أقايف سماء اسم مركي اللي يراه اسم مركي اللي يراه قيبت سد حد قيبت سد حد وانا شيقين وضميرك اما مضمر مضمر نوديه كرتا ضمير نوديه كرتا كاوحا اللي يراه ما يدل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة ما يدل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة ومتك كتسنية معنيه يكيل ومقعابي لكن محوك كتسنى بقرينة تكلم على مدو حوك كتسنى قفك إنه نفتي سأكاهد له أو أنيق أويرة أو خطاب أما وحكوت سنة إن قفر تاجن لثل مامه واللي يرى أديق أو غيبة أما وحكوت سنة مقناشه سد حدا متكم إذا هذو اسمك وحكوفة يديه وقف نفتي سكهد ليه قف كهر تاجن وتكهد ليسد قف مقن أو لجهد ليه سد حدا متكم إذا هذو اسمك كوتسيه وحال يرى اسم ضمير اسم ضمير ما يدل على مسماه ومثل مسميه سكتوسية بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة تسالهان مركان كويراه أريق أنا شك اسم ظاهرة مسوى مبهم مسوى ضمير وحال هذا هو ضمير لماذا ما حد كفهمتين ضمير يهي دي النفط هذا تكهد لي أنا أديق اسكهد لي أديق وحي اسكهد لي سيد وضمير هدان كويراه أنت أديق يسألون واضمير محاد كيف فهمتي يقف كهر تاقم يوحة الماميست
هذيل ويرى هو إسقى هو كي مغنا أريجان هو إسقنا وضمير محن كفهمني وح مغنا وكهذلا وحي وح مغنا كهذلا أما قفكو نفسدي سو عبرا يو أنيقة وري هاي أما قفكو هر تاجن وقفكو الله هذلا يري أنت أديقة إياك أديقة أنتم على بدينا أنتم جماعة دينا أنتم الدمر كينا دتك كورتا وح كهذلا يا أما وح مغنا كهذلا يا أما قفكو نفسدي سو وكهذلا يو حليرا ضمير مركا اسم ظاهر يا ضمير يا مبهم اسم هذا سدح لها كما بيح كرام سدح لها هي اسمك وقيف سماء فعلك استغنى مركا انقارنا والفعل يعرف بقد ايان شيقي دونا استغنى سدح وقيف سماء حرف كان مركي انو قارنا ان شاء الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل ايان حنقاري دونا اقسامت وقيف سماء حرفك يا قيبها استغنى وسكليه فالاسم اسمك يعرف هو اسمك وحلقو قرتا بالخفض هوسلك شيخ وحو شيغي شن علامه شن علامه او اسمك اد كو فهمي كرتيد وعلامات واضحه او عدعد او قف والباي هذا كبعدي ايسن اشكال اما شك اوسن كغلينين وحي اسم ودن انو فهمه اللغة العربية كجرا اما قرآن كجرا اما حديث كجرا اما ميلك لها كجرا وحو البقو اسم واتفهم كرتا هذه شنطن علامات حفظه وبالخفض يتنوين يدخول الالف واللام يحروف الخفض يحروف القسم شنطس علامه ايو الشيغين لغو قران كرو اسمك فالاسم اسمك يعرفه حلو قرتا بالخفض هوسدك خفض محل لجدا وعبارة عن كثرة يحدثها عامل الجر ما هو الخفض الخفض محيط صوماليهان خفضها أفكر صومالي هدام كفصير أنه هوس لكو أريغا هوس تك شغلا أيا وحا ليرا خفضا ليرا هوس تا شغل كهوس تسالهان هذا مركان سوق هذا أنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم هذه لغو يديو لغيرا بسم الله اسم اسم مسوى فعل مسوى حرف على نوا اسم سما ومحن كفى من هو صريقة الله نوا اسم محن كفى من هو صريقة الرحمن هو اسم محن كفى من هو صريقة الرحيم هو اسم محن كفى من هو صريقة الحمد لله لله هو صريقة اسم كفى من لله هو اسم رب العالمين الرب هو اسم محن كفى من هو صريقة الرحمن الرحيم واسم هوسريقة وهكذا ساكو وضع وحي هوسريقة ندركتب لأن هذا هو الاسم كم واسم لأن محايا لهوسريق فعلنا مقالي كرو حروفتنا هوسريق لمقالين كرو إذن خفضه حكم ديهاي من خواص الاسم وحيالها اسمك ولقارية وملك لبقان آدي كرينين هوسريق حكم ديهاي من خواص الاسم ولذلك ومشى ابن مالك رحمه الله تعالى الفيه مركو كهد لي سقوك بالله هوسلقو يسقونك بالله علامات كاسمك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل ومدوك بالله يسقونه فالاسم يعرف بالخفض هوسلقو لغو قرتا والتنوين لبشغل نوالغو قرتا لبشغل مركا خفضها الصوماليها ممكن فهمني لكن عربي أهان يتعريف كيسي حد كيسي وين فهمني خفض ما هو الخفض أما عرف الخفض هذه الوراء خفضه محوية هي وعبارة عن كثرة يحدثها عامل الجر وعبارة عن كثرة ووح لقع بروه هوسلق يحدثها هوسلق روحة كينة عامل الجر مد هوسلق كشقية ايا كينا ريا وحجر ماشي سو غلان دحيا انغا شقادينو وينو وحوس دغنو كسره مخا كينا عامل الجر وحا كينا يا هوس دغا ميد كشقيه او شقديس باي تاينو وحوس دغو عباره عن كسره يحدثها عامل الجر عباره عن كسره يحدثها عامل الجر وهوس دغ او كينايو اري هوس دغا كشقيه او شقديس باي تاينو وحوس دغو
هذا مر كانوا يقول بسم الله بسمي هوسدي جاي كاني بعد الله يا هوسدي جاي مضاف كهرب بسم الله هوسدي تي الرحمن يا هوسدي جاي حلو هوسدي جاي استفادة الله إذا سر عسينه وهو الب هوسدي والب حبا كينا اسكمي ماذا عرك كم سود جاي حبا كينا والتنوين لو الشغل نوالو قرتا لو الشغل وحي لو الشغل أما لو الشغل كاسان نغضو لو الشغل قدأ لو الشغل هوسريقة لو الشغل كردق وحي لو الشغل العربي قد كوارا كتد علنا هذا هو الاسم كان هو اسم مثلا غفور رحيم عليم بصير كل واسون واسماء لماذا غفور رحيم غفور إنو اسم يا محمد فهمني لبا شغل رحيم إنو اسم يا محمد فهمني لبا شغل عليما واسم محمد فهمني لبا شغل خبيرا واسم محمد فهمني لبا شغل وهو لبا شغل وساري هي وحلنا هي فهذا هو الاسم كان واسم ما هو التنوين تنوين محل ويرا تعريفك عربيك هل يرى نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خضا ووقفا نون ساكنة تنوين وحليرا نون ريبا نون ريبا أنا يمركي سوماليهان أنو نغيني تنوين لبا الشغل مثلا عليم خبير لبا الشغل سوماليهان ساسا ونغين لكن نحوه كليهي مركا لبا الشغل أدلالهي عرب كاقا محاو قدام بيه مركا عليمون كنا واغيس ياه نونا قدام بيه سماه وحان آخرين يسير فيري عليمون نونا قدام بيه نون كاس أفكا كاقا قدام بيه وحال ليرا تنوين هذا هو التنوين هذا هو التنوين مركا نون ساكنة زائدة ونون ريبا وزائدة يعني اريقة امدالا اريقة لو الشغل كاس نون تا امدالا قدالو كيمت نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم نون تاسوحي قشا اسم كآخر كيس عليم نون تاسوحي قشا ماشا اقدام بي لو الشغل ماشا اقدام بي اسمك هرانا ما قشو نحن نمقش التنوين تنوين وحقر لازم آخر الاسم نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ولبا اسمك آخر كيس وحيقلي مركز كنا واقعي سيد ندن كاقا ندن سو نون كنا نميس عليم خبير بصير نون ويوحا كنا نمي دوق لفظا وتفارقه خطا ووقفا لبا حالة دودنا نون تاس عرب كان كردن سنينو ماشا ويكبح دا ولبا حالة دودنا لما أخريو نون تاس عليم خبير نون تاس ما أخرينينو لبا حالة دودنا لبا حالة دودنا محيهن خدن كو قرالك هذا عليم خبير مر كان قرينو عليم خبير نون ميان قرينة ما قرين سوما لبا شغل بيسان قرينة سوما حالد قرال كنون تا والغو دواقا تنوين تا نون تا والغو دواقا لكن لما قرو ووقفا مركا ان جوكسن اننا جوكسي ان كو جوكسن اننا نون تاسي ما اخرنين عليم خبير ساسن لن سمارت وحن كو جوكسن اننا سكون رب عليم خبير نون تا وابح دي سما حالة الوقف ماشا ويكتغ ويكعرر حالة الوقت مركا لبا حالة دود نونتاس والواي ماشا ويكبح دا حالة الخط هي حالة الوقف إذن مركا وان فهمني تنوين قيبة بضان وقيسة ما إساقا هدي الله سيد حقالو أقسام وليه وإن شاء الله تعالى دور كدنبقى عدادا كشي قدونا هدي إلهي نقارسيه إن شاء الله والتنوين لبا الشقل أي اللقو قرتا إذن مركا حنواني ميلك استوى لبا الشقل أتكو عرفتيد هذا كتاب كان انت سو اخر ني فيري واقسام ثلاثه نحن وجدنا لو شغل سوا واسم ثلاثه اسم واسم وفعل واسم حرف وهكذا لمعنى واحكى استسلا افير
إذا مركب حلاقة روا نحوه وحلقو برتا تطبيق وحياة صوبرتي لغنجلي وحياة صوبرتي لغنجلي تصالها مثال كالغوش يجي هكوب جابسن نحوه وكو وكل لغة قياس قط ساسي علم ديران يعني مهيته هل حبا الغوش يجي كم كيكر أذا لغة روا سوا هذا صالحنا أنا مركان مثالين إنه هل مثالا أنا يغوش يجي كم كيكر أذا لغة روا نحوه كو وكل لغة قياس قط سوا ساسوي لازم هذا المركز تطبيق سمين كرين أوذن قياس قادن كرين وحوي ميرون والبج زيدنا ذاك فريسان زيد واح كبحسن هدي اللي وكان روح الصوم أركنا ذلدة وأنا وح الوش يا لكن عقل جاجة وح كم غناء إن الشيء كان وح كان إنه لم يديها هنا تفهمتها كم غناء إنه لم يديها هنا تفهمت طيب مركز حال وفهم كرا بالخفض والتنوين لب الشغل تصالحان مثالا بحنين مررت وحنصو مري بغلام زيد مررت وحنصو مري بغلام زيد مررت وحنصو مري بغلام زيد زيد نك اللي راه ادون كيسي ايان صامر اما وحديكم مثالين كرتا مررت بصاحب علم وحن صامر ان صاحب علم ايان صاغ مر مررت بصاحب علم ان صاحب علم ايان صامر وعلم صاحبه مررت وحن صامر بصاحب علم علمي صاحب كيسي تصالح مركه محمد وجدنا بصاحب إذا محيطها يدير له سؤال واسم حد كفهمتي خفضها وصدق علمنا واسم حد كفهمتي تنوين لو الشغل كاسم كفهمتي إعراب مرك مثال البوح كهرباء إن هوس وقشت بصاحب علم إلا إسكا كرمر وإسكا سألنت لك مرك اللي يرى هوس ودادق بل نو إعراب وحد كو هذا الشيء بل نو سفافاه تاسو يمد اللي لغوك لتقي لندونا أن فهمنه مررت وحن لأنها فعل وفاعل محل لجدا أريق مررت وحككو بي هاي فعل إيو فعل كاس قفكي سميي محيطها وتعضى فاعلك فعل كنا وحكسنا هاي مرر وفعلك تؤلاسنا وفاعلك هذا نسكو قبل نوحي نغني مررت فعل وفاعل يسجر مررت أنيقا يا صامري هذا تعداس هذه اللي سألوا اللي يرام اسم ظاهرة مسوى ضمير مسوى مبهم هذا هو كأن بقى هذا التعريف كي هذا أن صبرني ما هذا تعدوا واسم هذا النقفة تري واسم هذا اسم واسلوقنا يوكي هاي ويوحن السؤالين يا واسم ضمير محام كفهمني يا أي ضد أنا وحليين خداب كان كفهم والخداب كسو هاد خداب مياه مررتو أنا قال ليه أنا قال خداب وحل راقف كورتة أديك هو خدابك أفسم عليها مركل ويرى أديك أما اللي بدي إنن أما السدح دي إنن خداب كاسه ليه هاي تاضو محيط سنة هاي ضد كده هاي تكلم كده كاسه صحن تاضو محيط سنة تكلم يعني واقف أسوي إسكه هذا لاي مررتو أنا قال أني قال نفتي كذا هذا واحد تسنى تكلم ولذلك تأذن حلينا هاي واسم ضمير واي مررت فعل وفاعل بصاحب علم الباء حرف جر محلول جذا وحرف حوص دقة شغدي سرنا واحد تمشي وسوق له وحوص دقة صاحب مجرور بالباء صاحب كوا حوص دقة باء داس يلول جذا إعرابك هو إناد معنيسته ولجددي سأتفهمك سكا آخر ما بصاحب الباء وحرف جر صاحب مجرور بالباء بعد اللغوص لغي وعلامة جره علامة اللغوص لغي كثرة ظاهرة في آخره وهوص لغي آخر كم مغضو طيب مركا ماشا وحان شاقني حرف وحوص لغي يمد اسم لهوص لغي وحال اسفيرا جار مجرور جار كو حوي وكيو حوص لغي
مجرور كنا وامد كله هصري جار مجرور هذو ماشى صوت قالوا وحبوا بهن يهاي مال وحرير للي يهاي وين يجرتوا مال الحرير للي يهاي وين يجرتوا والمضو حديه جرين حرف جار يحروبة مال الآن مدعان دحيل جوه رم ما هذا صباح هذا قفل بحرتني والموبايل وسكو وثاه وأسكو قرحوية اللي قهر الرفاس كده بعثت العلم اللي برجل وحل ديجر حرف جار يحروب من الآن مدعان يعني حروب من الآن مدعو حوي أنت بدن دتك قوالة كسر حري سجرين وعلمك كسر هات سجرين محبوب به يعني ماله عن تقول دون تقول لافت سوا مركو عشر كسر آخر استو ماله عن تقول دون تقول لافت أبوب به يا حرف جار يحروب من يقول لافتان أي أبوب به من الآن مدعان حرف جار يسوي المحرى ماله يقول لافت meel u laabto waa meel ugu tacaluujiyo u yeesh meeshaad ku tacaluujinayso waa basit sad u fahmi karto say ku tacaluujin erayga markaad macneeyso carabkaaga waxa ugu dambeeya ku tacaluujiyo u cil marabta waxaan soo maray bi saahib cilmi cilmi saahibkiisa soo maray carabkaaga waxa ugu dambeeya had soo maray ana ugu dambeeyso ma soo maray carabigeedii aw saahib kamya marabta soo ma الجار والمجرور متعلق بمرفته يعني المرك عرفكم ايش اقول دم بيات جار مجرور كله عليا عرفكم ايش اقول دم بيات جار مجرور كله عليا طيب هذا كورو حاجري استعمها سنبحين جرني كو مركي نحوها انا اخري جري مركا وحاو اخري جري ضد اضيالها كجري اضياشي مركا وحالي يري هايه مثال كان ايدن كسو اعدي اعرابة مركا وحايا هايد واحد حسوستي ذهبت بزيدنا يهد من أضيع الويد ذهبت بزيد زيدا لا تجد والإعراب مركب محوم مغلي قاعدة أن ده يني عرف كأو ماشي وجود ضم بيع الوجود تعالو جي جار مشروك هي هذه معنى إيش عرف كأو ماشي وجود ضم جار مشروك تعالو جي ومعنى إيش ذهبت بزيد زيد أيان لا تجد أيان لا تجد الجار والمجرور متعلق بالتجي وير مركب الجار والمجرور متعلق بالتجي ماشي حو فهمي اف صومالي لو تعلو جناي اف صومالي ما هرت الصومالي اهان عربي يسوي وخا لو تعلو جناي صومالي هدا انا حس كو فهمسينين سوما لكن صومالي غاس عربي او دغما وي وخا لو تعلو جناي جار مجرور مركا انكن ان اوديهو اها دد دلينرا وا اسك تقانان دلينردي وا كو قسلين مالنتي اسن 10 كو غدنبيس dadkii xirti maxay ku dhajiyeen odagii bitagay dhayn bitagay bitagay waa qisadaas qisa dhacday way ragii hore naxwaha akhrisin jiray waa joogaan hadda waa nool yihiin waa la socdaan qisada maalintay dhacaysay iyo qofka magaciisa aan sheego ma rabo waa macruuf la yaqaan waa tagora naxwaha akhrisin jiray tayib waa yahay al jar wal majrur bi saahib ilmin an soomari al jar wal majrur markay aan la dhihin mutaalliq bi soomari hada متعلق بسومري يان هذا لديهن الجار والمجرور متعلق بمررت عربي يوم كتعلق جنين أي صاحب علم وحسوهر علم صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور أي مضاف مضاف إليه ماشي سواء قالوا محنكو فهمي كرنا وحنكو فهمي كرنا إرياد الصومالي غفيري مركا لمعنين آيو كيسي كودي كيني كاغي ريضة الصومالي ماشي سوغلان وحكو جرى مضاف إيه مضاف إليه كاغي كيسي كيني كودي ويري إنساسا وفهم جرني سب بسيطة نحوها الوفهمة لصعوا لكن عقلي قاقة فرفر عقلي قاقة فرفر بساحب علم قال له ذو حجري من دكتوره دكتور اللغة العربية كسوقاتي السودان ardaydu wuxuu kamid ahaa koob ajruumiga dadka aanu bilaabo ku jiray marka doktor uu soo qaatay luqad carabiga PhD uu ku soo qaatay Suudaan uu ka yimid maalin dhaweeydo marka jaamacadda anigu joogo maalin dhaweeyd islaam markaas wuxuu yiri wax badan waxaan ku dheefu yiri marka aad nidhi jirtay koodi kiisi koodi luqad carabiga ila doktora kaasan ku helay yiri koodi kiisi wax badan aan ku fahmo yiri ila yoomina hada mudafki mudaf ilayga ma fahmi lahayn inuu hadii aadan dhihiin koodi kiisi keenni إذن مركب واحد وين هفوض يسن وحين مضايق بدن وملب بدن وعريري وإذا فضوا أي عريري كاجري دونته أيد حسوسا دونته إن كودي كيسي كاني كيسي
كودي ماشي سوقشو مضاف يو حزيدا مضاف إليه. طيب مرك هذا فيري مرفتو حنصومر بصاحب علم علمي صاحب كيسي كيسي النصو قتشو ما. طيب وحلنا صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. علم انت يا هوس لغي مضاف كا هوس لغي مضاف إليه كستوحى هوس لغي مضاف المرام كعلنو مرفت بصاحب علم مرفت فعل مفاعل بصاحب الباء حرف جر صاحب مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمرفت صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. مضاف إليه دائما وهوس لغي يعني هوس لغي مضاف كا. أما مضاف كهوري وبحسب العوامل مضاف كمر البابو حكوحران يهي عامل كقلا هدو الشيء هوس لغا هورا كقلانا والهوس لغا واحد قودة هدو هورا كقلا مضاف كوالا قودة واحد كور لغا هدو هورا كقلان مضاف كوالا كور لغا. لكن مضاف إليه دائما وهوس لغا مضاف إليه ومتك الله دائما وهوس لغا. طيب بالخفض والتنوين اللغو قرتا ودخول الألف واللام ودخول الألف واللام وحلقو قرتا ألف يا لام قلتان كودي أي اللقو قرتا علامات في وحن نوص عدا اسم كا علامة السدحات وألف يا لام ألف يا لام وحلو جدا أل ماشي أنو كوارك منو أل وحن لأن هاي وايس اسم ديب أنو الله وانا عشر هذه هراء نسو قادة النفيري الكلام وايسم محايل أل أنو جدا سماها اللفظ وايسم محايل أل أي الدليل نوغو أه. طيب بالخفض إذا نفتد واسم على قشي التنوين واسم وحاول دليل على قش فالاسم واسم وحاول دليل على قش الرحمن الرحيم كل واسم الله واسم الحمد واسم على قش الملك استوت كوارفت ال هل هذا هو الاسم محير لأن ال من خواص الأسماء ال وحكمتها وحيالها أسماء لكو قاركا ومال كلبة أنجلي كرينين مال كلبة أنجلي كرينين تصالحان هل تصالحان سوق هذا نعرابنا جاء المطر روبكي أيمد جاء المطر روبكي أيمد جاء المطر مر روبكي أيمد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فعل ماضي محل الجدا وفعل هراء التغي لعده هراء مر هراء يمد مر هراء أيمد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المطر روبك يا يمد المطر فاعل جاء وإمات ككي سمي وحا إمان يوى الروبك وحا فعل كسمي وحا ليرا فاعل المطر فاعلنا دائما عشرة دائما محمد صلى الله عليه وسلم ومنصوبنا مرفوع دائما فاعل ذاتنا مرفوع وقلنا فاعل كل المطر فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره علامة الوجودنا وضمة آخر ككم غنيس. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المضر فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. علامة أفراد اسم كالوجودن كرو وحروف الخفض هوس لقى حروف تي سي أي الوجودن حروف توحوس لكتا هدي اسمك أي قلان حروف توحوس لكتا اسمك هدي أي قلان يعني أريقة هدي أي قلان أريقة سبحان لأنهاي واسم محان نقول دليلة حروفتنا كم نغط وهي حروف توحوس لكيسة من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام ومن إلى عن على في ربا باء كاف لام إلا سقال حرف الشيخ الشيخ سقال كاس حرف أو حروف الخفض اللو يقال ماشي أي قلان واسم محيلا لأن حروف الخفض من خواص الأسماء حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء حروف الخفض اسم مهنا ميالك له ما قلان فحروف تحصل إيش مثلا من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الشيطان محوية هذه الوراء وإسم حمكم فهمني من أهراك قشي
علامات بدن أبو نوكل مسموها الشيطان هكذا علامات كله العلامة كسد حد يا هوسلك طيب سد علامة كهنا بحيل بعض العلامات وحد يعكر إنه كل من هل إريا وحد يعكرته سد علامة إنه يكون كل من هذا سد من الشيطان وحنا هنا منتي وحنا هنا من أجرشي علامة كلام كفاية مكرنا العلامة كلام كفاية مكرنا إنه اسمه هاي هوسلك هوسلك طيب وهي من منه مركا حرف كان من وهو الرأي حروف الخفض وحرف شقدي سويتهاي عام يعني شقدي سو عام الجدير اللي قلبي محيتهاي مال أوسن كل شقين أو أوسن هوسلي كرين مال منه حنقولنا أن كفا يسن على بشي ماشي أي قشو ماشي أسن اللي يراهو اسم فإذا الله بعضهم كفا يسن إنه حوي إن الله هوس لقى يوم ماشي كش من أو أي كم تاي حروف تو هوس لقى شغلة أي قبته هو هوس لقى أريج من ماشي وقرب حن فايسننا من وح كذب بين يو هاي اسم وحن كلام فايسننا أيده إن يو هوس لقى والله هو خصمها ماشي كش إن الواجب تاي إن الله هوس لقى طيب مدة كلام حن كلام أجانينا أريج من شغلة وعام شغلته وعام شغلته وعام حن وجدنا وحي هوس ديق كرتا وهي اود ولادهي قيبه سدح لهاي اسمك او قيب سمهي كل وكل شغلين كرتا الاسم الظاهر والاسم المضمر والاسم المبهم سدح له وهي هوس ديقتا تسالاهن ايضا اسمك ظاهر كهوس ديقتي سرت من البيت الى المسجد الى دين وانكم مثال وانكم قبلنا من والى مثال كسيء ونقول نقوله مثال كل من آية من إلى والله بدو يبغى حاصل لجان سرت وحن كسر صعود من البيت جري حقي سان كسر صعود إلى المسجد حق المسجد كان نص صعود سرت من البيت إلى المسجد في هذا أريجاس من البيت البيت واسم حن وجود دليل علامات بدنا كل من ال أي ماشي كاركينا وحن كلام كاركينا هوسلي وحن كلام كاركينا من إلى إلى المسجد أرجع المسجد سوونا واسم محن كوف فهمني هوسلي يو ال يو إلى حروف الخفض كم يدوقش صدق حرامه وكل أنت يسجنا طيب مركا سوي عرابنا سرت وحن كسر عدي من البيت جري وحن كسر صعدي إلى المسجد سرت فعل وفاعل فعلك وحكوسنا يا سر تاظنا وفاعلك وفاعل دائما اسم النغلاء دائما مركا اسمك كيكي يهي واسم الضمير لأنه وكيادا سومر نوكا لو حكوسنا تكلم سرت فعل وفاعل من البيت من حرف جر وحرف حصدق البيت مجرور بمن وحلقه حصدق من تاسا حصدق وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره على مدى الوصل لقي وهوصل لقي آخر كيسة كسي مغضة أي جار مجرورة ماش سوق لي حرف جار حروبة تعلق لان مدى عن ميلك وتعلق أيوبهين لكن أفصو مالك أفيرنه سرت هو سعودي من البيت قريقا كسو سعودي ما هو قدام بيعرب سعودي سما ديكو تعلق جنينة بالسعودي هده هنا إياه الجار المجرور متعلق بسرت إلى البيت إلى حرف جر البيت مجرور بإلى إلى داس يلقوه صديقي إلى المسجد إلى المسجد إلى حرف جر المسجد مجرور بإلى وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره إلى داس هو صديقي إلى المسجد يا الصعدي إسمه محاوضا بيه صعدي معنكم تعلقون هنا الجار المجرور متعلق بسرته الدوحة ماشي عن كيف يمني فعل إن لا حرف لا جار مجرور يكسر تعلق كران سدح يكون تعلق أفر يكون تعلق كران حدود ملا لابد أن كنت على جنس سرت الجار المجرور متعلق بسرت مركا من هذا وحان هنا إلى أيه هوس لقي اسم ظاهر منك اسم كضمير كان ويهوس لكتام حاكم إذا عجبت منك أديك أن كل ياب عجبت منك منك كافتاس وضمير اسم ضميره محام كفهمني وحي كتب سنة خطاب هذه قفك ورتها قموي والله لا خطاب هذه
عجبت فعل وفاعل منك من حرف جر والكاف مجرور بمن كاف توحوص لغير من مبني على الفتح في محل جر كان مركب محا لودي هواي عجبت من كن عادي محل لغوص لغوي تنوينت عادي مدو حاجرته وانفهم دونا إن شاء الله اسمك ضميرك حركة أورا شيء لغم بدل كرو مبني لنا كاف تاس وحيو لغتي كرنقة لغم بدل كرو وحوص لغي شغدي حرف كان حقير لغين منك إلا وحو روائن وحوص لغي شغدي حوص لغا حوصتو كوضنا قرسو هكو قرسناتو هكو قرسنات من حوص لغا هكو قرسنات لكن ضمير وحكولي هاي أني موقالك اللي قم بدلي كرو موقالك وقل الشي حوص لغي مال الرواء حوص لغي محلك هكو ودو قناد هكو قرسنات لكن موقالك اللي قم بدلو لذلك محلنا من حرف جر والكاف مجرور بمن مبني على الفتح في محل جر هوس وحوجدو جن هوسلك الجار والمجرور متعلق وتعلق عجبت منك أديا كلا يابي حوجدنا بس يابي الجار والمجرور متعلق بعجبت عجبت استوى اسم مبهمة مبهم استوى هوسلك منتي محاكم ذا عجبت من هذا قف كان الله يابي من هذا عجبت فعل وفاعل من حرف جر هذا ها حرف تنبيه وحرف تصنع برارج ها برارج ذا اسم إشارة اسم إشارة محلول جدا واسم تصنع فرتاجد هذا كن مركا الله ذا كن وفرتك تاجسي اسم إشارة لذا ذا اسم إشارة مجرور بمن وحاهوص لغي من كاس مبني على السكون في محل جر اسم إشارة دائما يسكن واسطة ضمير كوكلو وحولي هي أن الرب كان وأن أقول الشيء من شغلي هوس لقا هيد هوس كوضو مبني على السكون في محل جر ومبني سكن الشيء هذا مبني قا موقالك اللي قمت بدي لكرو وحي الشقا وحربا أما قد ربا أما هوس لق ربا أما كر وضا وحي ليه هوس كوضو شغلات عجبت فعل مفاعل من هذا من حرف جر ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مجرور بمن مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بعجبت رخصة سبحانه يعني ضمير ظاهر مبهم انت ومنت إن يود ولا ذهي إن يكون عمل فشو محوفة إذي حرف كستاء معنولية حروف الخفضها حروف توحوص لكتا حرف كم ذا معنوفة إليا معنولية إذا مركا حرف كان من محوفة إليا معاني ذا من هذه أفر بضنت كتبت واوين نحوها مركا إلهي نقارسي إن شاء الله تعالى أيام فهمي دونا لكن ما دام مرحلة ابتدائية هذا أن كجرنا وحير أمك تلمامينا وحير ألفية مركا نقابنا مطني ألفية مكو أركي دونا بعيد وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر طيب هذا الله كما حان أغانينا كليا من توحيفة إليسا الابتداء بلو ابتداء هذا فيري مركان لهيني سرت وحان كسو صعدي من البيت قرق حقيسان كسو صعدي من تاسم حيفة إلين ابتداء بلو محايل الصعد كاقي وحي نوفى إذن إنو كسوا باللاوضي حقه قريقة إنو كسوا باللاوضي صعد كي إن قريقة وكسوا باللاوضي محانة السناية من تانة السناية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد كدلي المي نبي عليه الصلاة والسلام كدلي المي من المسجد الحرام مسجد الحرام كدلي المي من تاس المسجد اللي قريب حين نوفى إذن الإسراء ابتدأ من المسجد الحرام ليل منت النبي عليه الصلاة والسلام إن يكبر لعبتي مسجد الحرام وملك الآن لقبل لعبتي مركز ساس انت أصنكو قابسنين إن منت فائديسو الابتداء بالله الفائديس معاني ذي دوابرينيه وحي فائديسا أوكالي طبعيدية بمعنى البعض بمعنى البعض ومن الناس من يقول آمنا ذاتك وحاكم إذا كورنا هايوان رميني داعدنا إسان كاهي قد قيب كمدو
وحي كلف فايديسا بمعنى البدل بدل هي فايديسا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم واحد كره لنغتين بالحياة الدنيا نرشن الدنيا دمية كره لنغتين من الآخرة بدل الآخرة وآخرة واحد كو بدل غادتين نرشن حل وإلهي سبحانه وتعالى مركا منتو هي فايديسا ابتداء بمعنى بعض ويفايديسا بمعنى البدل انت انساق قابلنا بمعنى البدل معنى سدحان وشاقنا هذا وإلى إلى هذا إذن محيفة إليسا إلى محيفة إليسا الانتهاء الانتهاء محلو لجدا دمات دمات وحي إني دماتين إلى هذا تسنس هذا مر كانوا لديه إني سرته وحنكسر سعودي من البيت قريقة حقي سنكسر سعودي إلى المسجد مسجد كان أسوى سعودي إلى هذا محيفة نوفى إذن سعود كينو كل دماتين مساجدك وكل ماضي إلى هذا نتسنس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ديل متكي وحكسوا بالله المسجد الحرام حقو كل ماضي ماشى إلى إيقشي أي ديل متكي النبي عليه الصلاة والسلام وكل ماضي إلى المسجد الأقصى وديل ميي إلى مسجد الأقصى لقى جار إسري هالكسو كل ماضي dheelmintii nabiga kaleey salaatu salaam inuu halka ku dhamaaday xagee ka fahmayna ila wixii samaawaadka iyo marka la kursiinayo isra ma aha dheelmin ma aha waxa la yiraahdaa mi'raaj mi'raaj la yiraahdaa markii nabiga kaleey salaatu salaam samaawaadka iyo wixii ka sareeyay la kursiyay mi'raaj la yiraahdaa amma al-isra fa huwa yabtadi min al-masjid al-haram wa yantahi ila al-masjid al-aqsa sida xuruuftan aan ka fahmayno bilow iyo dhamaad بالله يا دمات إلى هذا مركب وحيد نوفى إذين الانتهاء دمات وحين دماتين إلى هذا هذا وحن قادني مثالهان وتصالهان أنكو قادني أيضو اسم ظاهرة هوس لكتي أيضو هوس لكيسة ضمير محاكمة سرت إليك هذه حقا نصوص سعودي سرت إليك إليك سرت فعل مفاعل إلى حرف جر والكاف مجرور بإلى مبني على الفتح في محل جر محل الكاف هو ضمير وتهدى أن سوى مرني أوكالي شغض إلى وحولي هوسك وضو أنيق الضمير اللي يرى اللي ما بدله سيدا نقول لشي اللي ما بدله كرو سرت فعل وفاعل إليك إلى حرف جر والكاف مجرور بإلى مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلق بسرت سرت إليك إسمه هذانا إلى ذي هوس لجي الاسم المبهم سرت إلى هذا كان حق سانوس صعدي سرت فعل مفاعل إلى هذا إلى حرف جر هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بسرت عرفكم إيش أقول ده ما يصير كتعلوجين وعن عن حرف كسدحات حروفته وحوس بكتكم إذا وحرف كاللي يراه عن حرف كان عن محوفة إيديا محوفة إيديا التجاوز التجاوز كقدبت ماشو صغل وحكوفة إيدينا تجاوز تجاوز قدبت تصالحان رغبت عن الذنب رغبت وحن نعي عن الذنب ذنبي أنا هو النعي مركا عن الذنب عن تسمحين لتصنع تدل أنك تجاوزت وأعرضت عن الذنوب والمعاصي هذه هنا الذنب أتكب ذبتيبة أظن علي وتكويناتي وعقلك مسكح هذا يفعل كاغبا ذنب يكويناتين أظن نعلي أين تصنع؟ عنتنا نفعي تجاوز وحيات كدل علي وذكر قلبتي أين تصنع عنتنا عن رغبت وحن نعي عن الذنب ذنبي أنا قوان نعي مركا عنتنا ماشي سوى قشو ويهوس لكتا وحن كلا نقال إن ماشي قشنا إنو يهي اسم
وحان كلا أغانينا إن معاني ذي أي كم تهي التجاوز كقدبت إعراب رغبت عن ذنبي ذنبي وانعي رغبت فعل وفاعل عن الذنب عن حرف جر الذنب مجرور بعن عن تاسا الوهص لغي وعلامة جر علامة الوهص لغانا كسرة ظاهرة في آخر وكسرة آخر كم وقت وصل لغا آخر كم وقت أي جار مجرور الدب ماش سوق علي وإن الدب هو علينا ما اللو علي وإنو يش ماش عرف كاك قدن بيادو علي رغبت عن الذنب ذنبي عن نعي عرفكم حاك قدن بي نعيد نعيد آوه هاد مركب رغبت الجار المجرور متعلق برغبت رغبت أن كنت على الجنين إساغو الضمير هوس لغي ضمير إلا عن إساغو نحكم إذا حروف الجركة عمل كودو يهي عام وما الشقدو يهي عام ميل والبو قلا ميل والبو هوس لغا الاسم الظاهر والاسم الضمير والاسم المبهم سدح لبو هوس لغا إساغو اسم وضمير هوس لغي رغبت عنك أديك أيام كنا عي رغبت عنك رغبت فعل وفاعل عنك عن حرف جر والكاف مجرور بعن مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلق برغبت أصوى اسم مبهم هوس لغي رغبت عن هذا كان أيام عي رغبت عن هذا كان أيام عي رغبت فعل وفاعل عن هذا عن حرف جر هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مجرور بعن مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق برغبت وعلى على حرف كان ويسقون أفراد حروف الجر كم إذا سد حرفا سوق هذا من إلى عن حرف كأفراد وعلى حرف كان على ليراه محن فائدين هذا نأرجنه ماشي أنكو أرجنه وحكدم بين وياي اسم لو حروف تلقو قرطه أسماء وكم ديا وحن كلام فائدين ماشي سوق قالوا إنه هاس لقوا ماشي سوق قالوا إنه هاس لقوا oo kordhig iyo god iyo aan loo ogolayn waxaad leedahay cala asamci waaaacati oo kale cala asamci cala albeyti cala ashamsi cala alqamari cala almasjid cala ariiq cala alqalami daa'im meeshu soo gala waa in la hoos dhigo maxaa ka mida marka isagoo isim daahira hoos dhigay cala rakibtu cala asayaarati gaarigiiyaan koray rakibtu cala asayaarati gaarigii waan koray ركبت فعل وفاعل على السيارة على حرف جر السيارة مجرور بعلى على ذا سهوصلكت وعلامة جر على مدى الوصلكي كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور حقيقة على جننا متعلق بركبت على السيارة قارقيا كري أي أقول لهم يسموكتها كري الجار والمجرور متعلق بركبت على ذا عمل فلكي سيساقنا واسدكو يوكلا وعام وحو قلا اسم وضمير مبهم ظاهر اسم كل وهوس لغا الاسم المبهم اساقو قلا يوهوس لغي ركبت على هذا كران كري ركبت فعل وفاعل على حرف جر هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مجرور بعلى مبني على السكون في محل جر لا اسم إشارة هو مبني وأولا شيء هران وصوق هذا لقم بدل كرو شغل على وهوس لغا هوسكو قرسو كليه هوسكو وضو هوس كوادو مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بركبت اسقو هذا الضمير هوس دغاي او ضمير غلي ركبت عليك دشاده ايان كوري ركبت عليك ركبت فعل وفاعل عليك على حرف جر والكاف مجرور بعلى مبني على الفتح كورنغاس او دشي لغما بدل كرو في محل جر لكن محل كوسو كوس دغيا الا علاء كجرت الجار والمجرور متعلق بركبت مركه هلكا وحن كاوغاني على الاسم الظاهر والاسم المضمر والاسم المبهم سد حدبا اني كشقينيسو
لكن شقدوه أي كلا دوانته هذه أريدا مبني قاسي اسم الإشارة إيو اسم الموصول إيو وحيالها مركي قشو ضمير كإيو شقدي هوسي كوضني اسم الظاهر هذه قشنا شقدي بنانكي صادقا شقدي بنانكا أي صادقا طيب مركا على محوفة إيديا على محوفة إيديا الاستعلاء استعلاء على للاستعلاء على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وكألفيها يري ابن مالك رحمه الله تعالى على استعلاء معنى اسم حيثها سرمرت على وحين تسنى اللغاهان سرين مركب لذا ركبت على سيارة قارقي أنكر يعني قارقي كركي سنكروي أنا ككري قارقي قارقي هو سيدة أي جرا كرين أي تسن كرين وفي فيو حرف كان شناد حروف توحوص لغا كمدا وإريغ في هذا في مركات في رسو قرآنك وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون وعلى دي في كل وعلى الفلك على داس الفلك كدن بي والهوص لغا لماذا هوص لغا بناك كانوا يا الله اسم ظاهر الفلك وعليها عليها هذا سوى حصري أنت لكن أو حصري يا لماذا محب بنانك سجى ما هو حصري أكو غرسين لأنه اسم وحوي وضمير ضمير كانت على شدي سلقة ما بدله مبني بنهاس سوء الله شيء لقى ما بدله كرو لذلك وعليها مركز عربي عليها على حرف الجر ها واسم ضمير مجرور بعلى مبني على السكون في محل جر الله في محل جر وفي فيه حرف كان شناد وأريق في أريق في ماشو صغره وإن له أصله في البيت في المسجد في العلم في النحو كله له أصله ماشو صغره وحنفى إذا أكل أريق في وحكدن بإنو يهي اسم إساقنا ماشو صغره يواجبتها إن له أصله تصالحان محاكمة رغبت في النحو رغبت وحن جعل هذا في النحو هل أرهن أقاو فعل كالرغبة مروا حنكسوا معنيني نعيب سمهن هذا ما حنكو معنينينا جعيل لماذا لماذا محاسب هل كيف فعل مرنا جعيل ألغو معني مرنا النعيب لماذا ماشا وحوي وحا كجرة اللغة العربية عجيب كذلك واللغات كمدة أقوفة صاحة بضان أريقا فعل كالرغبة عن هذه اللغة قدال مريو نعيب النقطة في هذه اللغة قدال مريانا جعيل النقطة معنيس ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب يا نعايا عن ملة إبراهيم نبي إبراهيم دينتي سقفك نعايا واقفك إلا من سفه نفسه قف نفتي سنعي ونفتي سجاهل كالنقضي قف نفتي سنعايا دينة نعا سمها مركب حوية فعل كراغبة هذه عن لغا قدال مريو نعدوا في هذه لغا قدال مريانا وفي وكو قدنا شعيلو اسكو بدل مركا رغبت في النحو نحوي انشاء الله رغبت في النحو هذا النحو والله هوس لغيس في داسا هوس لغيس في يا هوس لغيس وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أنفسي وي هوس لغان تفير ماذا في داسا هوس لغت في يا هوس لغت رغبت وحن جعلاتي في النحو رغبت فعل وفاعل في النحو في حرف جر وحرف حوصلك النحو مجرور بفي في داسة حوصلكتي وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق حيث تعلم جنة نحو أن جعلاتي جعلاتي ورغبت الجار والمجرور متعلق برغبت إساو الضمير حوصلكي أو ضمير قلي رغبت فيك أديك جعلاتي رغبت فيك رغبت فعل وفاعل في حرف جر والكافو مجرور بفي مبني على الفتح كرنيقا وغرنا الشيء ساقا لما بدلكر في محل جر الجار والمجرور متعلق برغبت إسوا اسم مبهم هواص لغي رغبت في هذا كان أيانك على هذا رغبت فعل وفاعل في هذا في حرف جر هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مجرور بفي في ذا ساهواص لغت لكن هو مبني مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق برغبت
halkaas ayaan ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. Laakiin inta aanan joojin xarafkan, xarafkan macnihiisii aanaanu sheegin, fi muxuu faaideeya adarfiya dhex dhexnimo. ragibtu fi naxwi, naxwaha dhexdiisaan jeclaa, dhexdan uga jira jacaylka, dhexda uga jiraa naxwaha. Wa fi samaa'i risqukum, wa fi samaa'i, samada dhexdeeda risqukum, irsaaqadu waxay idinkaga timaadaa samada dhexdeeda, roobkii aa nooga imanayo, roobkii waxaa ku baxaya raashinkii, xoolihii caana ku yeelanayo, maa wa fi samaa'i risqukum. Ayib, marka fi maxay tusinaya? Adarfiya, dhexnimo, dhexnimo. Allah subxaanahu wa tacaala aclam.